حكايه الليله يومين وانا تنكتب فيها. لما ساليتها هاد الصباح غادي تقول لي مولاتها واللي هي حليمه عافاك انا ما مستعداش باش انا كيدوزيها. وعلاش اختي حليمه؟ ببساطه تقول لانها عندها خوف ووسواس من امور اللي تقدر توقع واللي كتعيشهم غير هي بوحدها وفي دماغها. انا عرضتها لانه حليمه عاشت واحد الحياه اللي هي بسيطه ومقموعه وسط خوتها اللي كل مره واحد فيهم كيظهر فيه واحد الحاله اللي هي غريبه، ولكن بعد ما كبرات وسهل عليها مولانا غادي تحول الماضي ديالها الى وسواس ربما قهري الله اعلم، لكن ما مخليهاش تعرف تعيش اليوم وتذوق الحياه. خلونا نسمعوا تفاصيل صادمه اكثر ونعرفوا شنو واقع لحليمه، واكيد حكايه للعبره وليس للمتعه. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي اللي كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هنيئه، احوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد اينما كنتم. تقدروا تشوفوا شي شويه ديال الشتاء عليا، كنت خارجه يلاه جيت ما شاء الله الشتاء خيط من السماء هذه يومين، وانا من النوع الذي يعشق هذه الاجواء لانني وببساطه ديسمبري. واش حتى نتوما تعجبكم هذه الاجواء؟ اذا حتى انت ولا حتى انت عندك حكايه بغيت تشاركها مع المشاركين وفيها عبر غادي يستافد منها الجميع، ولكن ماشي حتى تحكيها لي في الاخير فاش نكتبها تقول لي نحيدها، لانه القصص اللي كتحطوا في القناه ما كيعاودوش كيتحيدوا لانه تيكون فيهم مجهود رهيب ووقت اللي هو رهيب. فلتحت غادي نخلي لك في اول تعليق الواتساب ديالي باش تراسلوني فيه اذا فعلا عندكم شي حكايه للعبره او لا شي قصة حب جميلة عشتوها فيها شي كرامات ولا فيها اولا شي قصص ديال الامل. انا غادي نخلي لكم لتحت كيف قلت لكم في اول تعليق الواتساب ديالي. فخير ما تعطلش عليكم اكثر، وما تنسوش اكيد انكم تضغطوا على زر الاعجاب لتحت لما تكلفكم حتى شي مجهود، ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا حليمة، انا تزاديت في عائلة اللي هي بسيطة بزاف في واحد القرية اللي هي قريبة من واحد المدينة، بينا 8 ديال الخوت، 5 ديال البنات و3 ديال الدراري، انا كنت هي الخامسة. ملي بديت كنعقل في سن 6 سنين، ورغم انني انسانه عندها ذاكره اللي هي ضعيفه، ولكن كاينين شي حوايج اللي اذا دخلوا للذاكره سبحان الله ما تخرجش منها. المهم انا حليت عينيا والذاكره ديالي غادي تنتعش ليا فاش كنت نقرا في الاولى ابتدائي، وانا غادا تنكبر وخواتاتي الكبار هما اللي كانوا تيمشطوا ليا وتيقدوا لي حالتي، تنكبر بشويه بشويه، وانا في الثاني على ما اظن كتبان لي اختي الكبيره غاديه وكتعرج بزاف من واحد الرجل، غاديه وكتسند على الحيط ورجليها بحيله تيخويو بها. والديا غادي يديوها يدوزو ليها في واحد المدينه اللي كانت قريبه لينا واللي كانت صغيره، فما كانش فيها الطب اللي تيشوفها تيقول لها راه ما عندها والو غير نقص في شي فيتامينات معينه، وكانوا كيرجعوها في حالها. وبما انه ما عندناش الامكانيات فما يمكنش انها تمشي لمدن واحده اخرى باش انها تشوف اطباء اللي هما كبار ومتخصصين. اختي بقات على داك الحال بشويه بشويه حتى غادي تجلس للارض، كتمشي زوج خطوات وكطيح، مرضات وتعقدات وتأثرات نفسيا. فاش طلعت انا للرابع اختي الثانيه حتى هي نفس الحاجه، بدات كتعرج من رجليها وكتمشي مع الحياه ونفس الحاجه، غادي يديوها لنفس المدينه وشافوها نفس الاطباء وبداو تيقولوا لها بلي انه راه ما عندها حتى شي حاجه، داروا التحاليل الراديوات ولكن تيقولوا بلي انه ما كاين والو. هذا الشيء عاوتاني ككل مره غير نقص في الفيتامينات، ومع الامكانيات ما كانوش حيتاش الاب ديالي كان مسكين خدام غير عند عباد الله، نهار كيخدم ونهار لا، ومقاتل مع داك الطرف ديال الخبز كيجيبوا لينا. المهم انا بديت كنكبر والام ديالي وسط هاد الظروف بقات غير مع خواتاتي وحنا الاخرين بحيلة تنسينا. انا كنت باقا صغيره ما كنتش كنتلقى اللي يهتم بيا اللي ينقيني اللي يدوش ليا. الام ديالي تعقدات وخوتي مرضوا بشويه بشويه، الامر ما غاديش يتوقف هنا وغادي تزيد اختي الثالثه حتى هي نفس الحاجه، غير هي حتى وصلت لسن 18 سنه عاد جا هذاك الشيء، اما خواتاتي الاخرات كان جاوهم 12 13 سنه. المهم هاد اختي الثالثه رجليها بداو كيتقالوا عليها والاعراض ما كانتش بحال بحال، كل وحده كي كانوا الاعراض تيجيوها. هاد الثالثه رجليها كانوا تيتقالوا عليها واللي بغات ديرها كديرها بصعوبه، حتى هي في الاخير غادي تجلس الارض. الام ديالي تعقدات بزاف وما تلاتش كتبان ليها الدنيا، كيف قلت لكم بلي انا تنسيت وكلشي تيقول لي بلي انا وانا معفنه ومبهدله، بالرغم ان امي كانت حادقه بزاف، ولكن داكشي اللي وقع ليها غادي يدمرها، ولا المتنفس الوحيد ديالها شي غنيمات اللي كانت شراتهم وبقات كتخرجهم كتسرحهم بحيله كتخرج باش انها تلها وباش تنسى. غادي نوصل للاعدادي، وكنت كنمشي لواحد المدرسه اللي كانت قريبه للفيلاج، وهنا غادي تبدا المعاناه ديالي مع التنمر. بداو كيضحكوا عليا وتيقولوا عليا مسخه
وانا كنت صغيره امي كانت حالتها ما كتصبن على 15 يوم وما كانت كدوش ليا على شهر، يعني كنت عايشه وسط واحد الظروف اللي كانت صعيبه وبزاف. تخيلوا معايا كنت كنخرج مع 12 وكنضرب واحد المسافه على رجلي باش انني نوصل للدار، وكنشوف اذا كاين شي غدا، اذا لا كنوض كنديرو، وتيخصني انا نجمع الدار ونهتم بخواتاتي ونشوف كل وحده وشنو بغات، ونعاود نرجع مع الزوج وما كنلقاش الوقت حتى باش انني مشيت شعري ولا حتى نبدل الطابليه ديالي اللي كندخل بها وكنشقى بها حتى كتكرفس ليا، وكنمشي بها بحال هكاك. واحد المعاناه صراحه اللي كنت نحس بها كانت بوحده، غير انا كندخل القسم كلشي كيبدا كيضحك عليا، وانا تعقدت من داكشي ما بقيتش اصلا حامله القرايه ولا حتى شي حاجه. نسيت ما قلت لكم باللي انا والاب ديالي كان راجل اللي هو دياني بزاف وصعيب صعيب صعيب، وبما انني الوحيده اللي فلتت من داك المرض اللي صاب خوتي او لا صاب خواتاتي، فكنت بصحيحتي وسمينه شويه، فكان عندي واحد الضغط اللي هو كبير من طرفه لدرجه انه كان كيتبعني حتى لباب الاعداديه، وكان تيشري ليا كسوه وحده في العام، وما تلبسيش السورفيت وما تلبسيش السروال، واخا تكون هابطه واخا تكون قميجه هابطه على السروال مستحيل. في الدار تيقول لي ما تلبسيش بيجاما بسروالها خاصها تكون هابطه كلها، وكان كيتبعني حتى المدرسه ويقول لي بلي انا عارف بلي انك غادي تمشي وغادي تحيدي الصايا وتبقاي بالسروال والتريكو، وهذا الشيء خلى علاقتي معاه انها ما تكونش زوينه نهائيا. غير انا تندخل الدار تيبقى تيخاصم عليا، وكنبقى تنشقى تنشقى وناكل ونمشي نعس بلاصتي، يعني ما كنتش نعمر معاه ما كنهضروش لانه كان صعيب بزاف، وكان تيشك انه انا دايره شي حاجه اللي انا اصلا بريئه منها. كان فيه الشك معايا وحتى مع الوالده ديالي، كان خانقني ما نشعلوش التلفازه، ما تفرجوش في الافلام، ما تسمعوش الاغاني. كانت عندي انا ذاك 15 سنه تنشوف الناس كتفرج، كنشعلها وكيوقف عليا كيطفيها ليا، من غير انه كان ديما هو والام ديالي في المشاكل. كانوا الناس يقولوا امي بلي انا خاصك تدي ولادك عند الشوافات اولا عند الفقهاء اولا عند الرقاس، وهو كان رافض الفكره نهائيا من الاساس ديالها، مستحيل انه يقبل تديهم حتى عند راقي ولا ايا كان. كان هو وياها ديما في المشاكل ديما في الصداعات. انا في وسط الظروف قريت اولى اعدادي، وهنا فين غادي نقرر باش انني نجلس، والسبب الاكبر اللي خلاني نجلس هو واحد الاستاذ. سمعوا، واحد النهار دخلت معطله من بعد ما ضربت مسافه ديال الطريق، فاش وصلت كانت الطبليه ديالي مكرفسه وزيفي وحالتي مكرفسين، كنت كندير غير الزيف حيت الاب ديالي كان مانع لينا باش انه نخرج بشعري. ايوا فاش دخلت برك عليا داك الاستاذ مسخه ومعفونه وفاعله وتركه قدام التلاميذ كاملهم، ما خلاش ليا شي كلمه ما قالهاش. انا من داك النهار صافي قلت مستحيل انني نرجع نقرا. تنشوفهم تيضحكوا وهم اصلا ديما تيضحكوا عليا وكيتنمروا، ولكن داك النهار بالخصوص فاش الاستاذ ديالي عاونهم وهم ما كانوش عارفين القصه ديالي. لو كان كانوا عارفين شنو عايشه في الدار وحالتي ما كانوش غادي يحكموا عليا. المهم غناخذ قرار باش انا نقسم القرايه، وجلست وسط والدين غير صداع. المهم تي كتدي خوتي عند الرقات بزز من الاب ديالي واخا كيتخاصموا، لكن كل واحد وشنو تيقول، عندك السحر نتيا واثر عليك على بناتك، كل واحد وشنو تيقول كل واحد شنو تيخرف. واحد المره مشات عند واحد الراقي وقال لها بلي عندك السحر نتيا، حنا فاش تنجيبو شي راقي وكيبدا كيقرا خوتي ما تيحسوا بوالو، تيكونوا عاديين، ولكن الام ديالي هي اللي كطيح وكتبدا كتغوت وكتركل وكتغبن، هي اللي كان عندها سحر وكان عندها مس اللي كان باين. واحد الراقي غادي يعطيها الزيت نتاع الخزامه والماء ديال الرقيه، وقال لها بقاي تهزي شويه من هاد الزيت ودهني بها ظفارك والسره ديالك وفوق من راسك، ومن بعد 3 ايام شوفي شنو غادي تشوفي، واش شي حلمه ولا شي منامه. تبعها داكشي كدهن راسها وظفرها وسرتها، ومن بعد 3 ايام كتقول بلي انها شافت ماشي حلمه ولكن واحد الحدث اللي وقع لها شحال هذه واللي كانت تمسح لها من الذاكره. ولكن داك النهار اللي كملت فيه شنو قال لها الفقيه ديك الحاجه اللي وقعت لها رجعت لذاكرتها. كتقول امي بلي انا تفكرات النارس ديال العرس ديالها فاش تزوجات وهي صغيره وعندها 16 سنه، ديك الساعه في الدوار ديالهم كانوا البنات كبارات وباقيين ما كيتزوجوش، فجات واحد صاحبتها من دوارهم وقالت لها ويلي انت يا عروسه ما حيدتيش ظفارك، اويلي جبدات المقص وحيدات الظفار نتاع يدين امي كاملهم وداتهم معاها. هنا فين الراقي قال لها بلي انه انت عندك سحر اللي هو قديم تدار ليك من عرسك ومدفون في شبير اللي هو ناشف وبعيد. فعلا الام ديالي كتقول بلي انا من نهار تزوجات عمرها ما دوزت مع باش نهار زوين. الاب ديالي تيشك
وتيغوت وكيسد عليها الدار وكيضربها وما كتجاوبش على السلام وما خصهاش تقولها وما تهضرش ليه مع خوتو. واحد الحاله اللي كانت صعيبه كتعاود بلي ان زواجهم كان صعيب، ولكن رغم داكشي كامل كانت هي صابره حتى قدر الله هادشي اللي وقع لخواتاتي. جده قالت لمي بلي انه تفكرات داك الشوميز فالصبحات امي غادي تغسلو ليها ونشراتو، وهادشي اللي تنقول لكم راه كان انذاك في الثمانينات. فاش هي نشراتو جدتي جات تهزو ما لقاتوش منشور، ما عرفاش شكون داه، ومع جده كانت انسانه اللي هي غنيه ما عرفاش داكشي فما تسوقاتش على شحال عاد قالتها امي. امي تأدت بزاف، كتقول انه من عامها الاول ديال الزواج كتحلم وكتغوت، وقال اعراض ديال الانسان اللي فيه مس كانوا فيها لكن ما كانتش مهتمه. الاب ديالي كان رافض تماما الفكره ديال الرقات، وهنا انا جلست في الدار وراكم عارفين بلي ان امي كتسرح وكتفيق الصباح وكتفطر وكتخرج، وانا تنفيق وخاصني نعطي لخواتاتي كل وحده تفطر بوحدها، وانا ذاك كانوا مازال باقيين قادين كيحركوا شي شويه يديهم وكيمشيو مع الحيط من غير واحد اختي الكبيره اللي كانت كتمشى في الكروسه، فكان ضروري شي واحد صحيح انه يبقى معاهم يعاونهم، فكنت انا هي ذاك الشخص، انا اللي كنطيب وكندير الشغل. خوتي الاخرين الدراري كنت كنديهم وكنجيبهم للمدرسه. دخلت لسن المراهقه والدوار ديالنا ما فيهش الدراري حيت كيوصلوا لواحد العمر وكيخرجوا للمدينه. شي ناس من العائله ديالنا كانوا في واحد المدينه، قالوا لمي باش انهم يجيبوا وحده من خواتاتي تشوفهم شي طبيبه تمايا. دات اختي الثالثه اللي كانت باقا انذاك كتمشي غير مع الحيط، داتها وشافتها واحد الطبيبه قلبتها دات لها سكانير، وهنا قالت لهم باللي انه هذا المرض ما عندوش علاج، هذا مرض في الجينات وراثي، وفاش الاعضاء تيوصلوا لواحد المرحله تيموتوا. سولتها واش شي حد في العائله تيعاني من نفس الحاجه، قالت لها امي طبيعة الحال لا راه حتى شي حد، حنا سولنا عائلتنا والناس الكبار فيهم كلشي تيقول بلي انه هادشي ما عمره ما كانوا ولا شافوه من قبل، يعني كان هذا الامر ديال مولانا عطاه لينا حنايا بوحدنا وصافي. غادي تقول لهم ديك الطبيبه بلي انه من هنا القدام اذا جاب الله كان شي علاج راه غادي تعلمنا. ايوا رجعت الام ديالي مع واحد النفسيه اللي كانت شويه بزاف مدمره، اش كديري وكنت غادي نكون حسن. انا ما عرفش واش داك السحر فعلا اللي دار لمي كان عليه حتى هو تاثير على با، حيت هو كنت كنشوف في عينيه الكره والحقد والقسوه وما تيحنش فيا لا انا لا خصوصا واحد خويا الكبير، اما خواتاتي مراد وخوتي الاخرين كانوا مازال باقين صغار. انا وهاد خونا كان مزيرنا وكنا مازال باقين صغار، خويا الكبير بقوه ما تاثر مسكين ما بقاش تيعمر معانا، غادي يقرا وغادي يشد الباك، ومن هذيك في العطله ولا تيخرج كيدبر على راسو قرا في لافاك، ما كانش كيعمر نهائيا لانه علاقته مع با كانت بحالي ما كانش حنين. هو فعلا داكشي اللي كان تيقول لنا عنده فيه الحق با، ولكن كنا صغار وكنا بغينا انه يوصل لنا كل شيء بطريقه اللي خفيفه وبالخاطر بحال صلتنا، بسبب با ما نقدروش نتخلاو عليها ليومنا هذا وحنا كبار، حتى لبسنا وبعض الحوايج اللي زيرنا فيهم وحنا صغار بقاو راسخين فينا، ولكن الطريقه باش وصلها لنا كانت صعيبه، كانت تخلينا اننا نطلبوا الله غير يكون خدامنا او لا ما يجيش للدار. التلفازه كانت ممنوعه على واحد اختي اللي كانت مريضه وكانت مازمه عليها طبيعي، لانه الحاجه الوحيده اللي كانت كدوز بها الوقت كانت غير جالسه في الدار وكانت كتسطع على التلفازه، وانا كنت كنضطر انني نبقى عسى لانه يجيب با، واذا رفض كتقلق عليا وما كتبغيش تهضر معايا، واذا جاب با ولقاني مخدمه عليها غادي نوض صداع كبير. خوتي اللي كانت نفسيتهم مريضه غير اذا عيطوا وما قلتش ليهم من عام كيتقلقوا عليا، وانا ما كنتش كنبغي كنت كنمرض. بزاف ديال التفاصيل اللي كانوا تيخليوني انني نعيش واحد المسؤوليه هي صعيبه وحشتها قبل الوقت ديالي، بقيت عايشه بحال هكاك والناس تيسولوا فيا وباغيين يخطبوني حتى 2016. غادي تقدمني واحد السيد اللي هو من العائله اللي ما كنتش كنعرفو نهائيا غير الام ديالو اللي شافتني وبغاتني ليه، وانا صراحه ما كنتش بغيت حيت عمرني ما هضرت معاه، فكان هو قدري ونصيبي في الدنيا. غادي نتزوجوا والحمد لله انني لقيت ولد الناس، لقيته حنين واللي شافو تيقول لي هذا هو راه العوض ديالك على داكشي اللي دوزتي في الدنيا، متقبلني باي حاجه فيا وكيبغيني وكيموت عليا، وتيقول لي بلي انه انا هي اول انسانه في حياته. مع هو كان واحد الشخص اللي هو عازل راسو غير من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه وما كانش متداخل مع الناس، فانا كنت اول انسانه في حياته اللي تعلق بيا وبغاني. في ايام الخطوبه انا ما كنتش كنحس معاه بتا شي حاجه، كان تيجيني هذاك الامر عادي، حتى من بعد فاش شفت التعامل ديالو والحب ديالو اللي ما كنتش مولفاه وليت كنبغيه وكنبادلو نفس المشاعر او اكثر. هنا غادي نديرو واحد العرس اللي هو بسيط، من بعد ما كان با تيقول مستحيل واش تكون شي موسيقى
ولكن الحمد لله داز كل شيء على خير وتزوجت ومشيت لواحد المدينة بعيدة علينا بساعة ونص ديال الطريق. خليت اختي الصغيرة كبرات شوية والأم ديالي اضطرات باش أنها ترجع للمسؤوليات ديالها حيتاش ما كانش ليها قبل ليها الدار، واستمرت الحياة وتقبلنا الوضع لأنه من بعد ما كدوزي عند الأطباء وتيقولوا ليك بلي أنا راه ما كاينش علاج، فاش كتمشي عند فقه تيقولوا ليك راه كاين سحر ومس ولكن راه قديم. تخيلوا معي بعض الفقهاء اللي معروفين والشداد ما قدروش يفكوا داكشي اللي عند امي، تيبداو كيقراو حتى كيشوفوا الروح نتاع امي انها بغات تخرج لدرجه انهم تيخافوا لانها يزيدوا معاها وتموت لهم بين يديهم حتى حد ما قدر يخرج داكشي اللي فيها. وهنا المشاكل ما بينها وما بين الاب ديالي غادي نوت يزيدوا. انا صراحه ما كنتش مأكده فعلا واش داك السحر مأثر عليه على با، حيتاش كانت التصرفات ديالو غريبه بزاف، امي دايا في راسها وفي مرضها وفي مرض ولادها وبدارها ومستوره، وهو كيبدا كيجبد عليها المشاكل اللي هما تافهين، وعلاش دزتي محدا خويا وعلاش قلتي ليه السلام عليكم، وما كانش كيخدم والام ديالي هي اللي كتسرح الغنم ومره مره تيبيع شي حاجه وكيصرفوها وصافي. وصلت واحد الوقيته با ما تلاش بغى يشوف امي وتيقول ليها بلي انا باغي نمشي ما تليتش بغيت نبقى معاكم، والام ديالي ولات عنده عدوه لدرجه انه مابقاش كتبان ليه. المهم انا كيف قلت لكم تزوجت من موراها بشي 3 شهور الاب ديالي غادي يدير حادث وغادي يديموا الامانه امانته. ولكن قبل منها بثلاث ايام كان اتصل بيا وانا كنت مع راجلي في دارو حتى غادي يدوي معايا بواحد الطريقه اللي عمره ما دوى معايا بها من قبل، هضر معايا بواحد الحنان وواحد الاسلوب اللي كنت بغيت انني نسمعه هذه سنوات من قبل، لكن سبحان الله واش كان حاس ولا الله اعلم. فاش بغى يقطع قال لي الله يرضى عليك يا بنتي، هاد الكلمه بالضبط عمرني ما سمعتها من عنده وانا عايشه معاه، علما انا اللي كنت هزه الدار كامله وهزه خوتي وانا اللي كنجري وكنجاري وكنت كنخرج حتى انا كنسرح وهو ما كنتش كنبان عنده نهائيا. جاتني في شكل داك النهار للاسف غادي تكون اخر واول مره غادي نسمعها، الله يرحمه الله يرحمه ويتجاوز عليه واخا كيكتب قبا وكان بغيه. اللي غادي يوقع ليه هو انه كان غادي باش يتقدى في السوق وفاش كان راجع غادي توقع ليه حادثه. في هذا الوقت زادت امي تاثرات وتازمات كثر وكثر، الراجل مشى ومخلي ليها اليتامه اللي هما مراد وما خلى حتى شي حاجه اللي تعوضها. دوزات امي واحد الفتره اللي كانت صعيبه بزاف، انا مشيت لعندها ودوزت معها مده، الحمد لله المحسنين ما خلوناش من اي بلاصه غادي يهزو ميمتي، وليومنا هذا باقيين هازينها ولات عايشه في خير كثار اللي كانت عايشه فيه في حياه با. المهم من مور هادشي انا تازمت نفسيا، علاش؟ لانه خوتي كانوا مراض في الظاهر ديالهم والناس تيقولوا بلي انك انت يا فلتي، ولكن ما عارفينش بلي انهم مرضت انا اكثر منهم نفسيا وتاثرت بداكشي اللي وقع لهم، لدرجه انه فاش تزوجت وجيت لداري عند راجلي خوتي ما تيفرقوش دماغي 24 ساعه. من بعد زواجي اكتشفت بلي انني حامله ولدت ولدي ودار عامين وغادي نعزل انا وراجلي، ما بقيناش عايشين مع دارهم اللي كانوا الله يعمرها سلعه. هذه الفتره هي اللي دوزت بخير في حياتي لانه كنت بداري وبولدي معايا، وغادي نكتشف راسي عاوتاني بلي انني حامله للمره الثانيه وغادي نولد ولدي وعيشه بخير، حتى لواحد النهار غادي يتجدد الالم من جديد. المهم انا ما ديتهاش في هضره امي وقلت لها راكي غير مسوسه واللي دات على خواتاتي راه غادي يخلق فيك الوسواس وصافي، غادي نرجع لداري. لكن بعد 5 شهور كتصون عليا الام ديالي، علما انه راجلي متفاهم الامر وتيخليني نمشي لدارنا كل مره كنفوج على خوتي وكندي لهم ولادي كيتونسوا معاهم وبهم، حتى لديك الغبره اللي غبرت اللي داروا فين ما غادي تصوني عليا امي وتقول لي راه خوك قبل صغير كيبكي وكيغوت، علاش؟ حيتاش الدراري كيتنمروا عليه لانه ما محكمش في راسو وما عندوش التوازن، وشحال من حاجه كيديروا هاد الدراري ما تيقدرش هو يديرها. انا فاش سمعت ديك الهضره دمرت وقررت باش انا نمشي حتى كنلقى فعلا بلي انه عند زوج خوتي صغار الدراري نفس الاعراض، وهذه غادي تكون الصدمه اللي كحلات الحياه فيه لدرجه ما بقاش كتبان لينا الدنيا. خويا الكبير كان خدام وسهل عليه مولانا وتقاتل مع خوتي وداهم لواحد المدينه اللي كانت قريبه لينا باش يشوفوهم الاطباء من جديد، دار لهم سكانر ليريم وتاكدوا بلي انه بصح كاين واحد عدم التوازن الصحيحه ديالهم وواحد الخلل. اما خويا الصغير عنده عوجاج في العمود الفقري ديالو واللي كان باين في السكانير، شنو غادي نقول لكم؟ احترضنا واخيرا بلي شنو وقع لخواتاتي وقلنا الحمد لله صافي راه سحر، وخمي ما خلاتهمش وديما كتديهم عند الطلبه والفقه، لكن خوتي فاش بانت عليهم الاعراض تدمرنا كلنا. انا رجعت لداري بواحد النفسيه اللي هي تحت الصفر، وليداتي ما بقاوش كيبانوا ليا للاسف، وليداتي اللي كانت شوفه فيهم كتنسيني الدنيا، ما بقيتش كناكل ولا كنشرب ولا ننعس ولا نعرف نعيش، كننعس وليداتي وكينعس راجلي وانا تنوض بالعافيه شاعله
الداخل في قلبي، كيفاش يا ربي؟ واش حتى خوتي الدراري باقين شباب وزوينين ودمارين وداخلين في 15-16 سنة، كيفاش يا ربي تحرموا ويجلسوا حتى هما للأرض ويعيشوا نفس المصير ديال خواتاتي؟ خويا مسكين ما خلاهمش، ما خلا فين دار بهم، ولكن كل شي تيقول بلي أنه هاد شي ما عندوش علاج، لكن كاينين فيتامينات اللي تقدر تعطل هاد المرض ولكن ما تحيدوش. خويا صغير ولا اليوم غادي غير مع الحياه، وخويا اللي قبله كله كيتزعزع، تيقولوا الاطباء بلي انه هذا المرض ديال العضلات هو مرض اللي هو وراثي. انا فاش نسمع ورد وراثي كندمر، وتنقول شكون هو هذا الشخص الثاني او لا التالي اللي غيتصاب بهذا الشيء؟ يقدروا يكونوا زعما ولادي؟ لا ما يمكنش، لانه اذا تصابوا به مستحيل انا غادي نعيش. في الاول فاش كان هذا الشيء في خواتاتي تنقولوا راه سحر وشعوذه، والام ديالي كتعاني من هذا الشيء 100%، ولكن واش هو اللي اثر عليهم؟ الله اعلم. وحنا في العائله كل شيء تيقول بلي انا عمر ما داز عندنا هذا المرض، والاطباء تيقول بلي انا وراثي. لكن الفتره اللي تاكدت فيها بلي انا وخوتي عندهم الاعراض دوزت واحد 6 شهور ديال العذاب. الحاجه الوحيده اللي كانت كتخفف عليا هي التقرب من الله لواحد الدرجه اللي كانت كبيره، وليت كنفيق الفجر وكنقرا القران وكندير الدعاء، وهذه هي الحاجه الوحيده اللي خلاتني نتنفس ونرجع لحياتي شويه، لانه عندي مسؤوليات ديال ولادي. ولكن في نفس الوقت كنحس بلي انني تخليت على خوتي وانا في داري. خويا الكبير مقاتل مع خدمته، امي راه مع ولادها مقاتله معاهم، ما بقاتش كدوز عندي حتى شي دقيقه في هاد الحفيات بلا ما انني نفكر فيهم. تنطلب الله يا ريت كل لقينا غير شي جمعيه ولا شي حد على الاقل يعتق لينا هاد خويا الصغير اللي باقي فيه شويه ديال الامل، باش نشوفوا واش كاين شي علاج خارج البلاد ولا لا. ما خلينا ما درناه، ما خلينا ما درنا هنا في المغرب وما كاينش امل. انا اليوم عايشه واحد الحاله اللي هي صعيبه، داخله في وسواس ما مخلينيش انني نعيش، حيت كنقول ربما ولادي غادي تجيهم نفس الحاجه اليوم ولا غدا. خايفه عليهم بزاف وكنبقى مقابلاهم، مال هاد الضلعه داخله، مال هادي خارجه، شنو هادي؟ مال هما كيجيوش مزيان؟ ولادي باقيين صغار ولكن خايفه عليهم، لدرجه انه هاد الخوف سيطر لي على حياتي اليوم. شحال من مره طلبت الله انه نموت ونرتاح، انني نعيش هاد الاحاسيس المدمره، علما انني انسانه مؤمنه وقريبه من مولانا. هادشي اللي حكيت لكم دابا راه كنعيشو كصراع ما بيني وما بين راسي فقط، وحتى شي حد ما عارفش شنو تنفكر ولا حتى بشنو مسوسه. مامتي ما نقدرش نشارك معها صراحه هادشي، حيت اللي فيها يكفيها، واخا كنبغي نخوي عليها قلبي ما نقدرش انني نزيد نمرضها. راجلي اصلا انسان اللي هو حساس من جهه وليداتو، اذا ولادي غير جاتهم السخونيه تيبقى جالس ليهم فوق من راسهم ليله كامله، فما بالك اذا شاركت واحد الحاجه اللي ما عارفاش انا اصلا واش غادي توقع ولا لا. عاودت لكم يا متابعين يا كرام غير باش انكم تبردوا عليا ونسمع منكم شي كلام اللي يخليني انني نتجاوز اللي كنعيشو اليوم. هذه هي كانت حكايتي. اول حاجه بالنسبه للناس اللي ما عارفينش هذا المرض، هو سميتو ضمور العضلات، واللي هي واحد الحاله اللي كتؤدي لتراجع او لتقلص حجم ديال العضلات والقوه ديالها، وهذا الامر كيؤدي لضعف القدره على الحركه، ويقدر يبان نتيجه بزاف ديال الاسباب، يا يعني اما عدم استخدام العضلات من بعد شي مرض او لا امراض عصبيه او لا سوء التغذيه او لا تقدم في العمر او لا اضطرابات اللي هما جينيه. فعموما هذا هو التفسير باختصار مفيد اللي لقيت من بعد ما درت واحد البحث اللي هو بسيط. انا اللي غادي نقول لك من ناحيه الوسواس ديالك، انه العلماء تيقولوا بلي انه الوسواس دليل على طيبوبه القلب نتاع واحد الشخص معين، حيت الشيطان ما كيمشيش لواحد القلب اللي هو مخرب، حيت هو اصلا مخرب، ولكن تيمشي بالوسواس للقلب الصالح السليم لعله انه يفوز بذاك الشيطان. ولكن الواجب انك ما تتبعيش دوك الوساوس وما تسلميش لهم، خصك تعرفي بلي انه خوتك من تحت رحمه مولانا، واش انت غادي تكوني ارحم بهم من ربي اللي جابهم لهاد الدنيا ورزقهم؟ هذاك هو الرزق ديالهم، هذاك هو القدر ديالهم. قنعي راسك بهذا الامر، انت ما مقصراش، انت درتي اكثر من المجهود ديالك، كاينه شي حاجه غادي ديرها اكثر. انت دابا عندك عائله، عندك وليدات وعندك راجل اللي هما واجبين عليك. كل نهار فاش بديتي تحسي بلي انك عاجزه شنو ديري، اعظم حاجه غادي ديري هي الدعاء لخوتك، واذا مشيتي لعندهم فقط سيري عندهم باش تضحكي معاهم وتفوجي عليهم وقوي ايمانهم بلي هذا قدر الله، وربما ربي بغى لكم هذا الشيء في الدنيا، لكن في الاخره كتسناكم شي حاجه اللي هي عظيمه. علاش انت غادي تسبقي الاحداث وغادي تفكري في المصير ديال وليداتك واللي ربما 90% ما غاديش يعيشوا له ولا حتى 100%؟ خلي ايمانك قوي بربي، قراي قران، دعي، ديري اذكار، صلي في الفجر ودعي وربي ما غاديش يخليك. كوني ملحه في الدعاء، هزي الامر ديالك من الارض ورفعيه للسماء لرب كل
كل شيء هو اللي قادر انه يكون بكل شيء. راه حنا ضعاف، كلنا ضعاف. راه اذا بقيتي غدا بهذا المنهج انت هي اللي غادي تمرضي بشي مرض واحد اخر اولا شي مرض نادر وما غاديش تلقاي اللي يهزك. عيشي نهارك واللي بغاها مولانا غادي تكون. راه ربي ما تعطي شي حاجه حتى كيعطي معاها الحل والفرج. رخيها على راسك وارتاحي وهزيها من الخفافة عليك ومولانا مع الجميع. فانا غادي نخلي كلام للمتابعين الكرام، ان شاء الله يبردوا عليك ديك الحرقه ويعطوك امل ويفكروك بلي انه ربي هو اللي هز كل شيء ماشي حنا. فهذه كانت حكايتنا الليله، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله، وسلام سلام.